هل هذه المقولة صحيحة؟ لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، ليست بصحيحة، ليست بصحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهادية ولا جعلتها عمرة. وأيضا في هذا الصدد، واحد أذنب وارتكب كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، هل لو اطلع على عقوبتها كان يختارها؟ أبداً.